السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة والطريق إلى القصر. قصر الرئاسة المصرية، الطريق إليه غير معبد كما اعتاد الزعماء من قبل، بل هو طريق مليء بالأشواك والآلام بل والدماء، طريق فيه الخونة وفيه المخلصون، فيه الخداعون وفيه الناصحون. عندما تسير إليه كأنك تسمع صوت روبسبير أحد منظري الثورة الفرنسية وهو يردد: إن الخونة موجودون هنا مختبئون تحت مظهرهم الكاذب الزائف، إنهم سيتهمون من يوجه لهم الاتهامات وسيضاعفون خداعهم ليضربوا وجه الحقيقة. مشهد دموي وأحداث مأساوية متكررة، هكذا يصف عديد من المراقبين المشهد المصري في هذا الوقت الحاسم من تاريخ البلاد. فبعد النجاح العظيم الذي حققته ثورة الشعب المصري في 18 يوما، واستطاع أن يسقط رأس النظام البائد وكبار معاونيه وأوقفهم خلف القضبان في مجموعة من المحاكمات وصفت بالتاريخية من قبل العديد من الأوساط، دخلت مصر وشعبها دوامة من الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين ومعتصمين في أكثر من ميدان، منها أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء ومذبحة بورسعيد، ومنذ أيام ومصر تعيش وتعاني أحداث العباسية. طرف ثالث يتولى إدارة هذه الفتنة ويشعلها، هكذا يصرح المجلس العسكري في كل مرة ويؤكد عدم تعديه على المتظاهرين. أما المعتصمون فيؤكدون أن عمليات الحرق والتخريب والقتل والتدمير ليست من جانبهم ولم يقوموا بها. فمن الذي يقف إذن خلف هذه الأحداث الدامية المتكررة في البلاد؟ ولماذا لم يكتب لأرض الكنانة حتى الآن أن تفرح بعرسها الديمقراطي الذي اقترب من اكتمال سماته بانتخابات الرئاسة؟ من الطرف الثالث الخفي في الأحداث المصرية المؤسفة والمتكررة؟ ولأين يمكن أن تتجه الأحداث؟ وكيف يمكن أن تكون مواقف مرشح الرئاسة مع هذه المتغيرات؟ أحداث العباسية وتسليم السلطة موضوع نقاشنا الليلة مشاهدي الكرام مع دكتور حمادة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب النور بمحافظة الفيوم وعضو مجلس الشعب. مرحبا دكتور. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أكرر ترحيب بحضرتك دكتور حمادة في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. يعني في وقت لا شك أنه وقت حاسم ووقت مهم جدا في تاريخ البلاد، ودعني في البداية أسألك كيف تقرأ الأحداث؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي البداية لابد أن نوقن بطبيعة المرحلة التي نحياها، وهذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر بكل المقاييس وتسمى بالمرحلة الانتقالية. وهذه المرحلة بين مرحلتين، بين نظام قد مضى وولى وانتهى ولكنه لم ينتهي بنسبة 100%. صحيح. والشعب لما خرج وقال يعني الشعب يريد إسقاط النظام، لا رموز أو بعض رموز النظام فقط، يعني إذا كان ذهب من المشهد بعض رموز النظام ولم تتم المسألة إلى النهاية، فبقي النظام بكامله موجودا يعني في الشعب البلاد. الشعب حتى الآن دكتور حمادة ترى أنه نجح في إسقاط ربما رأس النظام أو نعم. كبار معاونيه على الأكثر، لكن ما زال النظام موجود. ما زال النظام موجودا، وفي كل مرة يقولون الطرف الثالث أو اللهو الخفي. نعم. ولكن هذا الطرف الثالث واللهو الخفي لعله يكون معلوما في كثير من الأحيان، وهو وهم يستطيعون في المرات السابقة، وكما يقول الإمام علي رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. لو فتشنا في أحداث مسبيرو أو محمد محمود أو الأحداث في إمبابة أو الأحداث في بورسعيد أو يعني أحداث مجلس الوزراء وأحداث العباسية، ستجد أن في مجملها أو في الأعم الأغلب تجد أن الفاعل ربما يكون قريب الشبه. وأنا أعتقد
أن هذا له علاقة قوية جدا بموقعة الجمل والتي كانت في 2 فبراير من العام الماضي. نعم. وهذه كانت بداية السلسلة الحقيقية، ليست البداية في محمد محمود ولا الوزراء أو يعني الوزراء. أستطيع أن أفهم من كلام حضرتك أن هذه الاشتباكات التي تتجدد ما هي إلا امتداد لموقعة الجمل التي حدثت أثناء الثورة عام 2011 شهر فبراير شباط، وبالتالي تستنتج أن أركان أو بقية أركان النظام السابق هي التي تتسبب في هذه الفتنة أو هذا الإشعال. هل أستطيع أن أفهم هذا الكلام؟ قطعا يعني هذه الشرذمة من هؤلاء الذين لا يريدون استقرارا لهذا البلد لا يبعد عن الأحداث على الإطلاق، وحتى أحداث العباسية الأخيرة هي بداية الأحداث لما علمنا من بعض الزملاء وبعض الإخوة في وشهود العيان أن الأحداث بدأت بطرف ثالث بالفعل، يعني لم يبدأ الأحداث المعتصمون ولم يبدأها أهالي المنطقة. طيب اسمح لي دكتور، يعني كان المنهج السلفي والذي لا شك حزب النور يتبناه بقوة في بعد ثورة 25 من يناير، كان يعني يقف على مسافة كبيرة من هذه الاعتصامات، من المظاهرات، من الوقفات، بمجموعة من الدلائل التي يسوقها لهذا الموقف، منها يعني الاستقرار ويعني البلاد في مرحلة انتقالية وما إلى ذلك. لكن في هذه الصورة في مشهد العباسية ربما الاعتصام السلفي كان له سبب على الأقل فيما يحدث، البعض يتحدث بهذا الشكل. هو يعني كلمة السلفي كلمة فضفاضة، وإذا قلنا بأن حزب النور هو حزب النور لكن يلصق به هذه الكلمة كلمة السلفي، وإن كان حزب النور هو الابن الشرعي للدعوة السلفية صحيح، ولكن يعني الدعوة السلفية والسلفيات المتعددة الموجودة زواقع ما له من دافع، يعني لا يجوز أن يختزل كل هذا في طائفة محددة أو في موقع محدد، ثم بعد ذلك كل طرف من هذه الأطراف أو كل طائفة أو مجموعة تقوم بعمل من هذه الأعمال، أو كل يعني رجل أطلق لحيته يصبح يعني أو تصبح أعماله أو أفعاله تحمل على يعني ليس كل من يدعي السلفية هو سلفي باختصار. أستطيع أن أفهم هكذا؟ هناك تيارات كثيرة كانت موجودة في البلد قبل الثورة، وهناك مجموعات كانت يعني كانت قد أخمدت. طيب لكن ولكنها ما المانع أن تنشط في ظل هذا الانفلات الذي نشهده؟ جميل. لكن في هذه الفترة نعم، في الحقيقة إنه من يعتصمون أمام العباسية هم بالأساس أو يعني أوائل هؤلاء المعتصمين كانوا من أنصار المرشح المستبعد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وبالمناسبة الذي يعني كنتم تدعمونه قبل أن يستبعد من السباق الرئاسي، وبالتالي هم لا شك سلفيون أصل يعني باللهجة المصرية. هو نحن كحزب النور والدعوة السلفية آخر من أعلن عن دعم واحد من مرشحي الرئاسة، وهذا موقف بفضل الله أشاد به القاصي والداني، حتى يعني العرب وغير العرب والمسلمون وغير المسلمين وكل الطيارات تقريبا أشادوا بهذا الموقف إشادة بالغة جدا، وتوقفنا عن أن نعلن أو أن ندعم واحدا من هؤلاء المرشحين حتى يكون هناك مرشحين بالفعل. كل يعني كان مرشح هناك دعم محتمل من حزب النور للمرشح المستبعد حزب صلاح على الإطلاق، ولكن الحزب أطلق مبادرة والدعوة أطلقوا مبادرة في محاولة للتوافق على مرشح. نعم. يعني تتوافق فيه حتى ولو توفر فيه الحد الأدنى المطلوب لدى الجماهير. جميل. أنا أريد أن أشك معي أيضا في الحوار عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ إلهامي المليجي. مرحبا أستاذ إلهامي. مرحبا بك ومرحبا بمشاهديك. أهلا وسهلا أستاذ إلهامي. الأحداث المأساوية التي أقل ما توصف بها أنها مأساوية الحقيقة تحدث، كيف تقرأ هذه الأحداث أستاذ إلهامي؟ الأحداث التي جرت في العباسية بأول أمس هي ليست مأساوية بالمعنى، بالتأكيد هو الوضع بشكل عام قريب إلى يشبه الحالة العباسية، يعني الحالة في مصر أصبحت منذ فترة ليست بالقليلة هي حالة عباسية لدرجة ما، وهذا جزء من المسلسل العباسي إذا جاز التعبير. لكن دعنا نقول أن ما أقدم عليه المجلس العسكري من حسب أعتقد أنه سيعود الأمور لمصابها.
المجلس أعلن مرارا وتكرارا أنه بعد 30/6 سيعود إلى سكناته. نعم. وأن نزل الجيش وأن هذا الأمر أمرا نهائيا قولا واحدا ولا تراجع فيه. وأنا أصدقه لسبب أن أي جيش في العالم إذا بعد كثيرا استمر كثيرا في وسط المجتمع بعيدا عن الجبهة بالتأكيد هذا سيؤثر بالسلب على الحالة النفسية للجنود وعلى الوضع بشكل عام بالنسبة لإخوان المسلمين. نعم جميل. طيب اسمح لي أستاذ إلهامي. على يدرك ذلك. أضف إلى ذلك أن القيام بمسؤولية بلد كمصر في ظل هكذا حالة وفي ظل هكذا عبثية بالتأكيد أمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. ومن ثم كل إنسان يريد أن يحافظ على ما تبقى من عقله أو ما تبقى من قوته أو ما تبقى بالتأكيد سيقع بهذه الكرة المجتهدة وهو حكم مصر إلى 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 الآخر. طيب اسمح لي أستاذ إلهامي. أقرب للحقيقة. وبالتالي الكلام التشكيك في أن المجلس سيترك أو ما يترك هذا كلام ليس هو حق يراد بابطة. يبدو أن هناك بعض القوى وهي قوى أثبت بالأمس أنها قوى ليست ذات تأثير أو صدور في الشارع المصري. من هي هذه القوى؟ الكل تنصل منها. الكل تنصل. يا أستاذ الهامي. السياسية الفاعلة حتى بنفسها انسحبت وقالت نحن ننسحب من العباسية. كيف تقول الثورة قامت من ميدان التحرير وحققت هذا التحقق الرائع والذي أشاد به العالم في أيامه الأولى كان من ميدان التحرير. طيب أستاذ إلهامي أرجو أن تستمع إلي. يا أستاذ إلهامي. نعم. تسمعني الآن أستاذ إلهامي؟ نعم نعم. طيب أنا أريد أن أقف مع بعض النقاط الهامة التي طرحتها في حديثك الآن. أولا أنت قلت أن الحالة التي تعيشها البلاد هي حالة عبثية، ثم تحدثت عن أنه هناك قوة ليست جديرة وليست من المتسبب في الحالة العبثية ومن هذه القوة التي تجي إليها الاتهام؟ الكل مشارك في هذه الحالة العبثية. كل الشعب والمجلس والكنيسة ستقصد بهذا الكلام؟ سواء بوعي أو بدون وعي، سواء بإدراك أو بدون إدراك، الكل شارك. المجلس العسكري بحكم تجربته حديث العهد بالسياسة والتجربة يبدو أنها كانت مفاجأة بالنسبة له، فبالتأكيد أخطاء كبيرة ليست أخطاء قليلة. منها ما نعاني منه اليوم اللي هو الـ 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 الإعلان الدستوري. نعم. طيب. القوى السياسية جمعها بلا استثناء كل أخطأ. القوى جماعات الإسلام السياسي كانت متلهفة على أن تحقق حضورا ما أو موقعا ما أو ما إلى ذلك، وهذا دفعهم إلى أنهم يخطئون أخطاء كبرى. القوى السياسية الأخرى الليبرالية واليسارية وما إلى ذلك اهتمت بالتواجد بشكل أكثر واهتمت بالقضايا الفرعية وتمكثت في الميدان وتركت. طيب أستاذ الهامي، أرجو تكرما أن تبقى معي عبر الهاتف. أستاذ الهامي، أستاذ الهامي رجاء أرجو أن تبقى معي عبر الهاتف، أريد أن تظل معي لكن أتحول إلى ضيفي في الاستوديو وهكذا يستمر الحوار بشكل أفضل.